السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبي بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الجنة تحت ظلال السيوف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجحاد مال إلى يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أدى وجه إذا ابتليت العبد بحبيبتيه فصبر عوزته من حول الجنة لرجوع منه. وعبد المسلم: أيها المسلم، انظر في البرمة يأتي بسرعة في الأركان. أيها المؤمن، أيها المجاهد، يأتي يفتح الأبواب في هذه الأركان. أيها الناس، انظر إلى الأركان، انظر إلى الأركان. يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المعلم، استعدوا للجحاد، استعدوا بسرعة في هذه الأركان. يأتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. أقول هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله.